يعني المنهج هذه تلعب خصوصا على كل العوامل الموجوده من الناحيه البدنيه وحتى من الناحيه التقنيه والتكتيكيه حتى ممكن نكون جاهزين ان شاء الله المباراه يوم 19. اكيد يعني لو كانت بالنسبه لنا مباراه يعني بحق حقيقي حتى ممكن نعملوا تقييم اللي حقيقي نستمروا في المرحله الثانيه اللي غتاهلنا للمباراه الثانيه مع ناميبيا يوم 19. بعد المباراه هذا نتجه الى المغرب او حتى